الأعزاء وطلابي الأحباء، أهلا بكم وأرجو أن يكون هذا اليوم لائقا بكم. الإيقاع ودلالاته في شعر صلاح الصبور: الناس في بلادي منتج. لماذا صلاح الصبور؟ لأنه واحد من رواد مدرسة الشعر الحر، يمثل مرحلة التحول من الكلاسيكية والرومانسية، البنية الإيقاعية التقليدية العربية الخليلية، إلى مرحلة جديدة في الشعر العربي هي الشعر الحر. لماذا صلاح عبد الصبور؟ لأن صلاح عبد الصبور أعلن منذ البداية أنه يبحث عن لحن متفرد، نغم متميز يميزه عن غيره من الشعراء، آمن بهذه الفكرة ودافع عنها منذ البداية وأصبح يؤصل لها. لماذا الناس في بلادي؟ لأن الناس في بلادي جارحون كالسقوط. الناس في بلادي هو الديوان الأول لصلاح عبد الصبور، هو الذي يمثل مرحلة التحول التي تتضمن كثيرا من الماضي، تحمل كثيرا من إشارات الماضي محاولا أن يتخلص منها ويتمرد عليها ليصل إلى نغمه الخاص الذي أعلن أنه يبحث عنه. البنية الإيقاعية الكلاسيكية عند صلاح عبد الصبور. في هذا الفصل اخترت مجموعة القصائد التي تقترن ولا أقول تماثل البنية الإيقاعية التقليدية العربية الخليلية، هي فقط تقترب كثيرا من هذه البنية لكنها تحمل كثيرا من علامات التمرد المبكرة في بواكير صلاح عبد الصبور على البنية العربية الخليلية. ثلاثة نصوص فقط تضمنها هذا الفصل. إخوتي، كانوا شاهدين على تلك البذرة التي وضعها أبي رحمه الله ورسخ في قلبي حب الإيقاع وحب إيقاع الشعر تحديدا. أشعر بأن روح حولنا الأب، أشكر زوجتي حبيبتي التي بدأت معي الرحلة منذ البداية حتى وصلنا إلى هذه النقطة التي أتمنى تكون نقطة جديدة في حياتي العلمية والبحثية. أشكر ابنتي حنين التي ملأت قلبي حنينا لكل ما هو جميل، ونور التي أضاءت قلبي بنورها. أشكر أساتذتي الأجلاء، أشكر أصدقائي وزملائي وطلابي الذين ملأوا قلبي فرحة بوجودهم. أشكر كل أحبتي الذين حضروا والذين لم يستطيعوا الحضور لكنهم دوما معي. كلهم يريد أن يصرخ في التراب، والمطلون يسرقون يشربون يجشؤون، لكنهم بشر وطيبون حين يملكون قبضة نقود ومؤمنون بالقبر. شكرا لك. انا اوصي يعني منح هذه الرساله دوله الدكتوراه، واشكر الباحثه واشكر طبعا قبله سفير الاجلاء اللذين سمح لي بالوجود بينهما. لان البيع كان هذه الكلمه لم تتحمل صلاح هي سقطت مرميا عليه فاخذ الى المستشفى لكنه لا تقبل اساسا. الدكتور كان مقصود كما حضرتك عندنا سيدنا الصالح الذي شارك منذ بداية كيف يشتاق على هذا الطالب، وأن يكون معنا هذه الليلة هو شرف كبير لنا جميعا. وأنا أيضا سعيد بوجود الصديق العزيز
صلاح السري واتفق معه في بعض الملاحظات فعلا التي كان يمكن الاعتراف فيها في هذه الرساله. وسعيد سادسا بهذه الرساله وبالملاحظ، فهذه هي المره الاولى في حياتي التي اقف امام رساله انا متفق معها بنسبه عاليه جدا، بحيث انني لا استطيع ان امسك عينا محددا واشير الى المنتهى. احسن تفصيل الفصول، وبالتالي هذا ساهم في جوده النتائج. احمد في الرساله المقدمه مني الليله في تحليله الاطاري والملامات في شهر القرار المسعود للبلاد لاساس بلادي المنتجه، تقترح نجمتنا منحته درجه الدكتوراه من مكتبه الشرف الاولى.